بكم مشاهدينا الكرام في حوار جديد من حوار الساعة نقدمه لكم على تلفزيون فلسطين وقناة مساواة. لا يزال قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية في واجهة الأحداث يشغل الحكومة والمجتمع العربي، ومع إرجاء التصويت على القانون للأسبوع القادم تتسع مساحة الأمل للعائلات المتضررة بلم شملها بعد 18 عاما من الجمود. جبهة أخرى مشتعلة بالعنف والجريمة تفزع المجتمع العربي وتحرم عائلاته الأمن والاستقرار على وقع 47 ضحية منذ مطلع العام. نبدأ هذا الحوار مع دكتور هبة يزبك، عضو كنيسة سابق والمحامي المختص بقضايا لم شمل أحمد غزاوي. أهلا بكما معي في هذه الحلقة. هبة، سأبدأ معك. 45 ألف عائلة متضررة من ما يسمى قانون المواطنة أو قانون لم شمل العائلات الفلسطينية. إلى ماذا يشير خوف إسرائيل من مواطنة الفلسطيني؟ نعم، يعني الواضح أنه الهم والهاجس الأساس أمام دولة إسرائيل هو الحفاظ على الفوقية العرقية اليهودية. واضح أن سن القوانين المستمرة، ونحن نتحدث عن قانون لم الشمل الذي يتم تجديده سنويا في داخل الكنيسة الإسرائيلي، وبهذا المفهوم نحن نتحدث عن قوانين تسن اتباعا وبشكل مستمر وبشكل متواصل وفقا لتطورات الأحداث العامة في البلاد لمحاصرة أي محاولة للتواصل الطبيعي الفلسطيني الفلسطيني، وأيضا لعملية السيطرة الديمغرافية على ضد المجتمع الفلسطيني. فنحن نتحدث عن قانون يعتبر أو يعتمد بالأساس على أساس فكر الحركة الصهيونية، وهو إقامة دولة للشعب اليهودي والمحافظة على الهيمنة العرقية. وبهذا المفهوم يأتي قانون لم الشمل والتجديد المستمر لهذا القانون بهدف محاولات مستمرة، أولا للهيمنة، الهيمنة التي تتم من خلال الفصل ما بين الشعب الواحد الشعب الفلسطيني، الفصل المكاني الذي يحاولون التمييز ما بين أبناء الشعب الفلسطيني بمختلف أماكن تواجدهم، ومن ناحية أخرى من خلال المحافظة الديموغرافية أيضا على الأكثرية اليهودية وعلى الهيمنة في العقلية العامة وحول أي مجتمع نحن يتم بناءه وأي مجتمع نريد. ولكن من ناحية أخرى من ينظر إلى الحالة العامة وأيضا المعطى الذي قدمته مريم هو حوالي 45 ألف عائلة فلسطينية، نحن نرى بوضوح أنه رغم سن هذا القانون ورغم تجديده سنويا
هذا لا يمنع الفلسطيني والفلسطينية يعني بمختلف الأماكن من الاستمرار بالتواصل والاستمرار بالزواج وبناء عائلات مشتركة. نحن نعتبر أنفسنا شعب واحد وهذا أمر طبيعي، ولا يعقل أنه لأنه مزاجية دولة إسرائيل ومشروع دولة إسرائيل السياسي أن يمنعنا أن نختار الزواج بمن نريد ومن نحب ومن نفضل أن ننصاع لهذا الأمر. يعني بهذا المفهوم الأمل دعينا نقول، رغم أننا نتحدث عن قانون ظالم غير إنساني معادي للإنسانية، معادي لمفهوم الارتباطات والعلاقات الزوجية والعلاقات الإنسانية عموما، ولا يوجد له مثيل في العالم، ولكن الأمل يبقى في أن الفلسطيني رغم هذا هي القوانين وهذا القانون المجحف يقوم الاستمرار بالتواصل والزواج وبناء عائلات فلسطينية بشكل طبيعي، لأنه يشعر ويرى أنه هذا هو الأمر الطبيعي. الطبيعي أن تحب وأن تختار طبعاً، أن تتزوج طبعاً من تحب طبعاً. طيب أحمد، مدام هذا القانون يتجدد ويتم تجديده وتمديده كل سنة، لماذا لا يتم سنه قانون أساس؟ يعني لما الحاجة إلى تجديد هذا القانون كل عام؟ اولا يعني بحب اكد انه القانون عمليا سن بال 2003 بعد ما كان وزير الداخليه من حزب شاس اللي شايف، اللي بحب اكد كمان انه اللي حكته النائبه هبه مو صحيح. يعني احنا يعني هو استمراريه لكل فكره يهوديه الدوله. يعني هذا القانون يتم تأجيله أو موافق عليه بشكل سنوي، لأنه بعد ما كان سن القانون بال 2003 تقدمت عدة جمعيات ومؤسسات للمحكمة العليا، والمحكمة العليا 13 حاكم محكمة عليا أقروا أنه هذا القانون هو غير دستوري، فلذلك صار هو قانون ساعة طوارئ. عمليا القانون لانه هو غير دستوري تم سنه كساعة طوارئ، فلذلك لا يمكن انه يكون هناك قانون اساسي او يكون قانون عادي. حتى انه هذا القانون هو غير انه زي ما حكت النائبه هبه، هو مش ليس فقط موضوع انساني، احنا بنحكي كمحاميين، هو عمليا غير دستوري، هو يناقض الكثير من القوانين الاساسيه بدوله اسرائيل، مثل قانون حريه الحركه، قانون الانسان وكرامته، انه انا اختار وين اعيش، وين اكون، وين مع مين اتزوج، وين اقيم عائلتي. يعني احنا بنحكي عن قانون اللي ابعاده كثير 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 مناقضه، ويعني جدا مناقضه لقوانين اساسيه او حتى قوانين عاديه في دوله اسرائيل. فلذلك لا يمكن أن يكون هناك سن قانون بهاي الصيغة، لأنه يعني مش راح يعني يكون هناك موافق عليه بشكل عام عند المحاكم، خاصة بالمحكمة العليا. يعني نحن بنحكي إنه أدمون ليفي كان من أكثر الحكام العنصريين دول إسرائيل، وحتى هذا الحاكم العنصري اللي معروف إنه عنصري لم يوافق على سن مثل هذا القانون، وطلب أن يكون هناك تعديلات على هذا القانون. لكن للأسف في دولة إسرائيل في شيء يعني ما يسمى بساعة الطوارئ، وطبعا هم كل مرة بمددوا للسنة. طيب هبة، يعني عم نحكي على تعديلات في الأسابيع الأخيرة، شو رأيك بالتعديلات اللي يتم اقتراحها لتعديل القانون أو لا يعني تسهيل بعض الأمور فيما يتعلق بالأزواج؟ نعم، التعديلات المقترحة هي تعديلات لا تغير في جوهر وماهية القانون، وبالتالي نحن مطلبنا الأساسي والطبيعي هو إلغاء هذا القانون. نحن نرفض وجود مثل هذا القانون الظالم اللا إنساني والعنصري أيضا اتجاهنا. فبالتالي نحن نتحدث عن تعديلات بسيطة غير جوهرية لا تغير أي شيء في جوهر المبدأ وفي جوهر هذا القانون الذي يسعى بالأساس للسيطرة، لتفتيت الشعب الفلسطيني، وأيضا لمحاولة الاستمرار بالتضييق على العائلات التي تعيش في ضمن هذه المنظومة. نحن نعلم جيدا أن هذه العائلات تعاني معاناة يومية. يعني إحنا لا نتحدث عن قانون يعني له تبعيات جافة، نحن نتحدث عن قانون له تبعيات يومية خطيرة
صعبة على هذه العائلات. أولاً نحن نتحدث عن حواجز تفتيش التي يحتاج الزوج أو الزوجة المرور والعبورها كل مرة من جديد بشكل متواصل. نحن نتحدث عن الحاجة المستمرة لاستصدار التأشيرات وكل العملية البيروقراطية المنوطة بهذا الأمر. نحن نتحدث عن معاناة يومية، هؤلاء الأزواج لا يستطيعون، لا يوجد لديهم تأمينات صحية، لا يوجد لديهم رخص سياقة، الأمر الطبيعي يعني للتنقل، الأولاد في حالة يعني خوف مستمر من الفقدان الأب أو الأم والتشتيت تشتيت العائلة. نحن نتحدث عن ضرر كامن أيضا وجوهري في إمكانية العمل، في إمكانيات التعليم، في إمكانيات انخراط في سوق العمل، في الحياة العامة كأي فرد، كأي مواطن في أي مكان آخر، في أي إنسان، كأي إنسان تماما. فبالتالي نحن نتحدث عن قانون مجحف على صعيد الممارسات اليومية لأي إنسان وأي إنسانة، أي مواطن أو أي مواطنة. بالتالي هذه الاقتراحات لمحاولة التسوية، وبالمناسبة هي ليست لا تأتي كاقتراحات للتسوية يعني من أجل والله تحسين وضعية هذه العائلات، تأتي كاقتراحات للتسوية على أساس العلاقات السياسية الداخلية ما بين الأحزاب في الائتلاف الحكومي يعني، وهذا أسوأ، وهذا أسوأ، بمعنى أنه حتى الأحزاب التي تطمح أو تنادي بحقوق الإنسان وحقوق المواطن وحقوق الفرد والمساواة والعدالة، ليس فقط أنها لا ترفض هذا القانون يعني تماما، إنما مستعدة أن تتفاوض على 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 شروط شروط اللا عدالة اتجاه هذه العائلات وهؤلاء الأزواج. وبالتالي نحن نتحدث عن تعديلات سياسية لا علاقة لها بحقوق الأزواج، إنما لها علاقة مباشرة بمحاولة المحافظة السياسية على الائتلاف الحكومي الحالي، وليس أي أمر آخر، محاولة حل أزمة سياسية على ظهور وعلى حساب العائلات التي يعني تعاني بشكل مجحف بشكل يومي جراء هذا القانون اللا إنساني. طيب أحمد، تابعت يعني موضوع التعديلات وتابعت أيضا موضوع العائلات، ما رأي العائلات خاصة في الأسبوع الأخير ومع هذا النضال بهذه التعديلات؟ هل يمكن أن يقبلوها أم هناك توجه لإلغاء، رغبة في إلغاء القانون بشكل عام؟ لا يعني صراحة يعني أنا أضيف شغلة واحدة، وبالنسبة للعائلات، العائلات لا تتوهم بكل ما ينشر بالوسائل الإعلام ووسائل الاجتماع والمواقع الاجتماعية، لأنه إحنا هنا لا يدور الحديث عن إنجازات جديدة، كل ما يدور الحديث حوله هو عمليا موجود بالقانون، بالتعديلات اللي تمت على القانون بال 2005 وبال 2007، وكل ما يخص الحالات الإنسانية هذه ليس بإنجاز جديد، احنا بنحكي عن حالة، عن وضعية، عن قانون اللي هو موجود يعني. الحديث بدور انه تعجيل عشرات الطلبات من اجل انه يكون هناك بحث في اللي هي موجودة تحت عنوان الحالات الإنسانية. فأنا يعني بحب أكد هنا ما فيش أي إنجازات جديدة، يعني خلينا نكون واقعيين، الإنجازات اللي كانت هي عملية هي نتيجة النضال الشعبي والنضال القضائي اللي يقوم فيه بعض الأهالي نفسها وأصحاب الإشكالية المشكلة اللي احنا بنعالجها. يعني نتيجة حتى يعني إذا بنحكي عن موضوع الحالات الإنسانية، يعني احنا لما نقدم طلب قد يكون الطلب يبحث بعد سنه او بعد سنه ونص وبعد سنتين، ويتم فقط الضغط على هاي اللجنه بس عن طريق المحاكم، لما الاهالي توافق تروح على محكمه، المحكمه بهاي الحاله بس هي اللي ممكن تضغط على هاي اللجان اللي ممكن تتركك سنه وسنتين وثلاثه من دون البث في موضوعك. وحتى ان انت قدمت الطلب هذا لا يعني انه راح يكون هناك الموافقه بشكل اوتوماتي، وبالصيغه اللي تم نشرها هو تسريع حالات النظر في حالات اللي هي تقع تحت عنوان الحالات الانسانيه. فانا يعني خلينا بلاش احنا يوهمونا انه واو يعني فيها الانجاز الكبير واحنا حققنا انجازات. كل موضوع اليوم التامين الصحي والرخص اللي كمان تعطى بحالات خاصه او حتى اي تسهيلات معينة هي عمليا تم إنجازها نتيجة توجه الناس للمحاكم، والناس هاي بتدفع ثمنها، بتدفع وقتها ومبالغ وكل إجراء بكلف لا يكل عن 2800 شيكل بس. يعني قضية من هالنوع
رسوم المحكمة 2800 شيكل، شيء مش طبيعي يعني. فكمان كان رفع للرسوم في هاي القضايا. فأنا بقول حتى الآن أنا لا أرى، وليس أنا فقط طبعا، كل الجمعيات والمؤسسات والفاعلي والأهالي اللي احنا بنتواصل معهم اللي كانوا بالمظاهرة آخر يوم الثلاثاء، بعرفوا أنه هنا لم يكون هناك حتى الآن أي إنجاز جديد. نحن نعتبر أنه هاي فرصة ذهبية، هاي فرصة تاريخية، أنه ممكن الأحزاب اللي اليوم موجودة بالائتلاف أنه ممكن تستغلها ويكون هناك إنجاز تاريخي بالفعل لصالح أبناء شعبنا. نعم. على آخر تصريح كان لشاكيت وزيرة الداخلية أنه أنا لن أبحث أي تغيير جدي في القانون نفسه. كان موافق على بعض التعديلات، والتعديلات اللي بنحكي عنها هي حكت عنها هي تسريع عشرات الحالات، بينما احنا بنحكي، انت حكيت بداية حديثي انه عن 45 ألف عائلة. يعني رح أعود لتصريحات شاكيت، ولكن هنا أريد أن أنتقل إليك فيما قاله، خصوصا أنها فرصة ذهبية لتغيير هذا القانون أو لإلغاء هذا القانون. كيف تقرأين هذه الفرصة، وهل هي فرصة حقيقية، وهل أصلا ستتحقق بتقديرك؟ نعم، يعني واضح أن هناك فرصة قائمة، ولكن علينا أن ننظر إليها أيضا بقلق معين وبحذر. الفرصة القائمة هي فعلا إن قامت جزء من الأحزاب، خاصة ميرتس الموحدة وربما حزب العمل، بمعارضة هذا القانون، ويكفي أن يعارضوا الموحدة وميرتس لإسقاطه. ولكن الخطر الأساسي هو ماذا؟ نحن نتحدث عن قانون تم استجلابه للكنيسة أيضا من قبل نواب في الليكود. يعني بهذا المفهوم نحن نتحدث عن قانون عليه إجماع سياسي. الآن الليكود ما يحاول القيام به هو المناكفة السياسية، محاولة مناكفة سياسية للحكومة القائمة، للإئتلاف الحكومي القائم. والخطر الأساس هو فعلا أن يتم عقد صفقات معينة ما بين الليكود وما بين يمينة وأحزاب الائتلاف من أجل تمرير هذا القانون مقابل قانون أخرى، ربما قانون متعلق بالهجرة أو قوانين أخرى. وبهذا المفهوم يعني السؤال الأساس الذي سيبقى، هل فعلا الليكود سيدخل هذه المجازفة بأن يتنازل عن التصويت لدعم هذا القانون مقابل المناكفة السياسية؟ وهذا الثمن سياسي، هذا الثمن سياسي ليس بسيط أيضا لحزب يميني متطرف مثل الليكود الذي صادق وأتى بهذا القانون وصادق عليه من خلال على مدار السنوات. لكن من ناحية أخرى ربما نعم، وهذا علينا أن ننظر بحذر وبدقة على مجريات وتطور الأمور السياسية، أن تكون هنالك فرصة من أجل إسقاط هذا القانون بحال تجندت بعض الجهات في داخل الائتلاف وعلى رأسها ميرتس والموحدة أيضا من أجل إسقاط هذا القانون، وليس محاولة التسوية وليس محاولة التعديل على هذا القانون، لأن هذا يعتبر أكثر خطرا حتى من التصويت ضد الاقتراح، ضد القانون يعني القائم. من الواضح أن عضو الكنيسة شاكيت تحاول الوصول إلى تفاهمات، وقد هددت فعلا الموحدة وميرتس إن لم تصل إلى تفاهمات قد تصل إلى تفاهمات أخرى مع الليكود. نعم. يعني بتقديرك ممكن يصير هيك سيناريو؟ يعني أنا أعتقد أن هذه الإمكانية واردة، طبعا هذه إمكانية واردة، خاصة أننا نتحدث عن قانون أيديولوجي، نحن لا نتحدث عن قانون لا يمس أيضا دعينا نقول العقيدة التي يحملها حزب الليكود والمفاهيم العقيدة والأيديولوجية العامة التي يحملها ويمثلها أيضا حزب الليكود. ونحن نعلم جيدا أن هنالك أصوات وهنالك أعضاء كنيسة داخل الليكود يريدون التصويت لصالح القانون. بهذا المعنى ربما هذه الأصوات لا تطفو على السطح الآن بسبب هيمنة موقف نتنياهو، ولكن نحن نعلم أن هنالك من يريد التصويت لصالح القانون في الليكود من منطلقات أيديولوجية، من منطلقات عرقية، من منطلقات قومية. لهذا أنا أنظر في الحقيقة بحذر معين
على مجريات الأمور. هنالك فرصة، نعم هنالك فرصة، ولكن دعونا أن نكون حذرين. أنا أعتقد أن النضال الهام الذي تقوم به العائلات هو هام جدا من أجل إيصال الصوت الإنساني، ولكن ليس أقل أهمية هو تجند الأحزاب العربية الوطنية بشكل فاعل من أجل النضال ضد هذا القانون. وأيضا هذه فرصة أيضا هامة من أجل إعادة الحراك الدولي حول هذا القانون، وإعادة هذا القانون وهذه المسألة والممارسات الإسرائيلية بحق العائلات والشعب الفلسطيني أيضا إلى الواجهة العمل الدولي أيضا أمام المجتمع الدولي. طيب، عودة إلى العمل المحلي. أحمد، كان لكم مظاهرة كبيرة في هذا الأسبوع، وكان لكم بعض الاجتماعات. أين وصلت هذه المفاوضات مع أعضاء الكنيسة، وماذا خرج عن هذه المظاهرة؟ يعني صحيح انه احنا كمجموعات، كمحاميين، كجمعيات مع الاهالي اللي في تواصل طبعا يومي حول هذا الموضوع، بالاضافه للتعاون مع نواب الكنيسة العرب، احنا كمان نقوم بالضغط الكبير على اعضاء كنيسة من ميرت، من احزاب اخرى، بواسطة طبعا ممثلين، بواسطة الجمعيات، وكل الطرق اللي احنا بنقدر طبعا نعملها بشكل قانوني وبشكل لائق، من اجل انه عن جد نوصل، نستغل هاي الفرصة ونقدر نغير ويكون انجازات فعلية. يعني المظاهرة كانت يوم الثلاثاء، واضح انه في كثير تخبط في الحكومة وكمان باللجنة التي تضع القوانين من اجل تصويت باللجان الكنيسة، لانه يعني احنا بنشوف الاعلانات، يعني اليوم بيعلنوا لبكره اجتماع، بعدها بتبطل، بعدها ليوم الاربعاء، بعدها بتبطل، تم تاجيل من يوم الاربعاء للاسبوع القادم. فاحنا يعني بنحاول بكل الطرق، راح يكون هناك امكان استمراريه للنضال الجماهيري، وحتى انه راح تكون هناك يعني مظاهرة، والمفروض أن يكون العمل على حتى دعوة وتجنيد أهالي أكثر للمظاهرة القادمة، طبعا بالإضافة لكل الإمكانيات اللي مفتوحة، المراسلات والمكاتب والتوجه، يعني كان هناك توجه أخير بكل ما يخص التعامل مع الأهالي لمراكب الدولة. فيعني الأساليب كثيرة، لا يوجد مجال أن أنا هنا أطرحها كلها، ولكن بالفعل بالفترة الأخيرة هناك نشاط كبير جدا قضائي جماهيري من طرف الأهالي، المؤسسات، الجمعيات، أعضاء الكنيسة العرب، بالفعل أنه يكون هناك تغيير. أنا بعتقد بدي بس يعني هنا نقطة بدي أحكي عنها، جزء أنا مش يعني عضو كنيسة، بس أنا موافق مع حبا، أنا لا أستبعد أنه هناك يكون هناك كمان قرارات أو اتخاذ إجراءات ومفاوضات مع الليكود. الليكود أو يعني بشكل عام حكومة إسرائيل تنظر لهذا القانون هو عمليا كطريقة التوائية من أجل كل ما يخص أو ما إحنا بنحكي أنه هو عودة اللاجئين. بالنسبة لإسرائيل أما يعني 40 45 46 طلب بتحكي على لا يقل عن 200 ألف، ويعني للهسه حتى الآن موجودين 200 ألف شخص اللي راحين يصيروا مواطنين إسرائيل، يعني لا يقل عن هيك. فبالنسبة لهم هاي عودة لاجئين، فما كم بالحري أما يكون هناك في إلغاء لهذا القانون، وراح يكون هناك يعني آلاف، عشرات الآلاف من الطلبات اللي راح تقدم لوزارة الداخلية. فتخيلي قديش راح يكون هناك آلاف اللي راحين يطالبوا انه يكون لهم هنا مواطن او يقدر يكونوا. وانت مستبعد احمد هذا السيناريو، يعني في تصويت الاسبوع القادم، هل تستبعد هذا السيناريو؟ ما هو السيناريو الوارد الان؟ يعني الصراحه انا بقول شغله واحده، يعني ترى الشيء الشخصي اللي انا بآمن فيه انه اسرائيل لم تسمح بانه يتم الغاء هذا القانون، انا رايي الشخصي، لانه حكيت بالنسبه لهم طبعا هذا ادعاءات، يعني بالنسبه لهم هذا القانون هو خطير، هو بيسمح لارهابيين بالدخول لاسرائيل، هو عمليا عوده لاجئين قانون ديموغرافي وقانون امني. هبه، نفس السؤال بوجه لك اياه.
نعم. انا متوقع ان يكون اي اجراء من اجل الحد، يعني اي تغيير راح يكون هو عمليا، وانا مش مستبعد انه يكون هناك تغيير. السؤال هل انه الاحزاب اللي موجوده اليوم بالائتلاف شو احنا السعر اللي ندفعه، هل يكون هناك حل للحكومه ولا انه نوافق على الغاء القانون؟ طبعا بدي اوجه هذا السؤال احمد لهبه، يعني شو الثمن اللي ممكن يكون في التصويت للقانون او يعني او تصويت للقانون او عدم التصويت للقانون؟ نعم، يعني الواضح انه قانون من هذا النوع يعني هو قانون، ونحن راينا انه في الاسابيع الاخيره يتم تاجيل طرح القانون في اللحظه الاخيره بشكل مستمر، بمعنى انه شاكيد ومن يقترح هذا القانون وتحديدا شاكيد لن تحضر هذا القانون طالما أنه سيتم إسقاطه، يعني هذا أنا أعتقد يعني أمر بديهي، يعني هذا سيعتبر فشل كبير. ولكن نحن لا نرى أن هنالك علامات لتفكيك الحكومة بعقاب هذا القانون، يعني لننتبه أيضا من هذا الأمر. يعني صحيح أنه هذا القانون يعني يحصل خلاف معين في داخل ما بين أقطاب الحكومة القائمة، لكنه لا يبدو أنه قانون سيهدد استقرار هذه الحكومة، وأنا أعتقد أنه شاكيد أيضا تعتمد على هذا الأمر. وبالتالي أنا أعتقد أنه يعني هذا القانون حالما سينضج التصويت حوله وإمكانية تمريره سيتم تمريره. أنا لا أعتقد أنه سيكون من السهل التنازل عن هذا القانون، ولكن أنا أعتقد أن هنالك فرصة كبيرة جدية لمحاولة إعادة هذا القانون للواجهة العالمية، اللقاءات التي تتم أيضا مؤخرا بشكل مكثف مع دبلوماسيين عن يمثلون الدول المختلفة مع الاتحاد الأوروبي وغيرها. هذا أمر هام جدا لإعادة هذا القانون، لإعادة هذه الممارسات الإسرائيلية إلى الواجهة، وهذا ممكن أيضا أن يشكل ضغط. ولكن أن نعتمد كليا فقط على الديناميكيات الحاصلة داخل الائتلاف علينا أن نكون حذرين جدا. طبعا أنا أمنيتي مثل الجميع أن يتم إسقاط هذا القانون، لكن الواقعية تشير إلى أنه والتأجيل المستمر أيضا لطرح هذا القانون قبيل كل تصويت يشير إلى أنه هنالك انتظار إما لمحاولات تسوية في داخل الأقطاب الائتلاف حول التعديلات الجارية، وهذا خطير ونحن نحذر منه ونحذر من الشراكة مع هذا الأمر، وإما لمحاولات عقد صفقات مع أقطاب في داخل المعارضة الإسرائيلية لتمرير هذا القانون. طب أحمد، سؤال أخير، هل فكرتم في الاستئناف أو ربما التوجه إلى محاكم دولية باقتضاب لو سمحت؟ اولا طبعا تم التوجه لكثير مؤسسات، وراح يكون بحث الموضوع قانون لم الشمل، يعني هو لم الشمل، هو منع لم الشمل عمليا، مع انه القانون اسمه موضوع المواطنه والدخول لاسرائيل في اللجنه لحقوق الانسان في اوروبا عمليا بعد في الامم المتحده للاسف، وخصوصا بعد ما كان توجه من عضو الكنيسة السابق يوسف جبرين. احنا كمحامين حاليا لا نرى انه في حاجه توجه للمحكمة العليا كمبدأ عن القانون نفسه، لأنه أولا في قرار، اثنين يعني لم يكن هناك حتى الآن أي تجديدات على القانون، ثالثا بشكل فردي القضاء الإسرائيلي كان بيتعامل بشكل فردي مع القضية وبيعطي تسهيلات بقضايا فردية عائلية معينة ممكن أن يعطي تسهيلات، ولكن التوجه بالموضوع ككل حول القانون نفسه وحول موضوع لم الشمل، انا بعتقد بهاي المرحله هو غير واقع غير ناضج، وسنرى ما ستكون هناك التغييرات، وممكن بعدها البحث والتوجه للمحكمه العليا حول هذا الموضوع. ولكن الموضوع كمان يطرح بالساحه الدوليه وبشكل مكثف جدا، وهناك كمان إمكانية أنه راح يكون دعوة لبعض الأهالي أو بعض العائلات التي تعاني من سن هذا القانون وبحثه في الأمم المتحدة. نعم، شكرا لك أحمد غزاوي محامي مختص بقضايا لم الشمل على هذه المداخلة، شكرا لك. وعودة إلى الساحة المحلية وإلى قضايانا المحلية، والقضية الأبرز قضية العنف وازدياد حالات العنف والجريمة، خاصة يعني ما جرى مع العائلة وكأنها مجزرة. يعني ما برأيك وتقديرك الأسباب لحالة العنف والجريمة المتفاقمة في مجتمعنا؟ يعني نحن نعلم بوضوح أنه يعني أي محاولة
مستمرة من قبل الشرطة ومؤسسات الدولة للتنصل من مسؤوليتها اتجاه الجريمة والمجتمع العربي الفلسطيني عموما في البلاد، يعني بات أمر غير وارد خاصة بعد التصريحات الأخيرة التي تمت من خلال جهاز الشرطة، وهو أن الشباك نفسه يعني متورط بشكل عميق مع عائلات الإجرام أو عفوا مع عصابات الإجرام في داخل المجتمع العربي، بمعنى أنه هذا يؤكد ما قلناه وما نقوله مرارا وتكرارا، أنه ليس فقط أن الدولة مسؤولة عن مكافحة العنف والجريمة، إنما أيضا الدولة بمؤسساتها الشرطة والشباك تحديدا هم المسؤولون عن وجود الجريمة في داخل المجتمع العربي، وهذا أخطر، وهذا أخطر بكثير. نعم. يعني القضية لا تتعلق فقط بأنه كيف وسائل العلاج للجريمة والعنف، تتحدث عن أن الشرطة متورطة وأن الشباك متورط، ومحاولة الشرطة الآن لأن تضع المسؤولية على جهاز الشباك هذا أيضا أمر غير مقبول. نحن نعلم جيدا أن الشرطة هي أيضا متورطة مثل الشباك تماما، ولكن ما يحدث وما يقوم به الشباك لمحاولة يعني إضعاف المجتمع الفلسطيني من الداخل، محاولة الهيمنة والسيطرة من خلال عصابات الإجرام، هو أمر مقلق وأمر خطير. علينا أن نتنظم أيضا ضد هذا النظام وضد هذا الشكل أيضا من محاولات تفتيت مجتمعنا ومحاولات اختراق مجتمعنا أيضا من الداخل. ما حدث وما يحدث من جرائم مستمرة في داخل المجتمع هو يعني أمر يحتاج علاج جدي وعلاج حقيقي وعلاج مع نوايا، وهذا لا نلمس حتى الآن من قبل مؤسسات الدولة. وبالمناسبة مريم، هذا ليس فقط أننا لا نلمسه فيما يتعلق بقضية الجريمة عموما، لا نلمسه أيضا فيما يتعلق بقضية الجريمة ضد النساء. التقارير الأخيرة تشير بوضوح إلى أن الميزانيات التي تقر في الكنيسة من سنوات من أجل رصدها للبرامج والخطط الخاصة لمكافحة العنف ضد النساء لا يتم وضعها في المكان الصحيح. بمعنى مراقب الدولة. صحيح. يعني بمعنى إنه هيئات العليا. صحيح. بمعنى إنه هذا الدولة تقول عن نفسها، يعني حتى لما يتم رصد الميزانيات لا يتم وضعها فعليا في مكانها من أجل استخدامها لمكافحة العنف والجريمة. أما فيما يتعلق بمفهوم وعملية وظاهرة الجريمة عموما، هناك الأمور تصبح أكثر خطورة، حتى لأننا نرى أن للدولة وأجهزة الدولة هنالك يد لم تعد خفية في وجود ظاهرة العنف والجريمة، وسنعود إليها. ولكن دعيني أولا أرحب بضيفي عبر تقنية الزوم محمود نصار، مركز لجنة مكافحة العنف في اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية. أهلا بك محمود. يعني بتقديرك، ما هي، هل هناك انتقال في أساليب العنف والجريمة من العنف الفردي والجريمة الفردية إلى إجرام منظم أكثر حنكة؟ نعم، أول شيء أهلا بك وأهلا بدكتورة هبة، وأنا استمعت لما تقدمت به هبة ووافق على مبدئيا على كل الأمور التي طرحت من ناحية التحليل إلى ما وصلنا إليه في المجتمع العربي، بأن هنالك قرار سياسي وثبت هذا السر المفضوح عندما تسرب ما تسرب من قبل ضابط شرطة كبير بخصوص تدخل الشباك في وتورطه في الحماية ورعاية واحتضان ما يسمى بالعملاء أو عملاء الشباك أو وكلات الشباك في المجتمع العربي، إن كانوا من بلداتنا أو قرانا وإن كانوا من خارجها. وهذا دليل مؤكد أن وجهة نظر اللجنة القطرية للرؤساء ولجنة المتابعة وجميع هيئاتنا الوطنية التي ادعت كل الوقت هذا الادعاء لم يكن افتراء على الحكومة، أي حكومة، يعني كان حكومة نتنياهو أو كان حكومة بنت أو كان أي حكومة من حكومات إسرائيل، يبدو أن هذا الأمر موجود. إحنا كنا نشعر بأثاره وكنا نتوقع أنه موجود، وكان موجود أيضا مثلا في موضوع جهاز التربية والتعليم في السابق، ويبدو أنه أيضا دخل إلى موضوع الجريمة وخاصة الجريمة المنظمة. ولكن لسؤالك، طبعا هنالك يعني تواصل ما بين الجريمة الفردية أو ما يقوم به أشخاص بشكل فردي وبين الجريمة المنظمة، لأن الجريمة المنظمة بحاجة إلى جنود، يعني بين قوسين اللي هن يقوموا بخدمتها وتنفيذ أعمالها ومخططاتها، محاولة من منظمات الإجرام للسيطرة على مقدرات وعلى موارد المجتمع العربي، كان في السلطات المحلية أو كان في المؤسسات أو كان في غيرها وكان بالشارع العربي بشكل عام.
ومن أجل ذلك هم بحاجة إلى أفراد مستعدين ومهيئين، وممكن يعني إن مثل ما بقولوا في العميد تم يعني دفشهم لهذا الاتجاه من خلال سياسة الحكومة ومن خلال النقص الموجود في إمكانيات العمل وفي إمكانيات التعليم وفي إمكانيات الكثير المتعلقة في 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 حياتنا اليومية كأقلية فلسطينية داخل البلاد، ويضطر هؤلاء الأفراد للوصول إلى المال بطريقة سهلة جدا، ويجدون هذا الجواب لدى منظمات الإجرام فينضمون إليهم وتتوسع منظمات الإجرام وتبدأ في عملها اللا أخلاقي واللي مش قانوني واللي لا يليق بأي مجتمع يريد أن يتطور ويتقدم. والمؤسف والمؤلم أن هذا الأمر يتم أيضا تحت رعاية وتوجيه وحصانة من قبل جهاز الشباك، ويبدو أن شرطة إسرائيل يعني لم تعد تحتمل هذا الأمر وهي في ضائقة، لأن الأجوبة يجب أن تكون لدى شرطة إسرائيل في ملاحقة الجريمة، وخاصة الجريمة المنظمة والجريمة الشديدة التي تصل إلى حد القتل ومحاولة القتل وإطلاق النار يومية في البلدات وفي المجتمع العربي بشكل عام. الشرطة مطالبة من قبل أعضاء البرلمان، وهبة قامت بهذا الموضوع كعضو برلمان وأيضا باقي أعضاء البرلمان العرب وغيرهم، طالبوا الشرطة بأخذ دورها وبأخذ دور جدي وفعال منذ سنوات، ويبدو أن الشرطة وصلت إلى وضع أنها تريد أن تخرج من هذه الضائقة وسربت هذا السر الذي يتعلق فيه. سأعود إلى دور الشرطة، ولكن أريد أن أناقش أكثر موضوع هذا التصريح معك هبة. هذا التصريح تصريح خطير، يعني العلاقة بين الشباك والشرطة، يعني ولوم الشباك في هذا الموضوع هو تصريح خطير. ماذا يعكس هذا التصريح بتقديرك، خاصة بين مؤسسات كمؤسسة الشباك ومؤسسة الشرطة؟ نعم، يعني أنا أعتقد أنه واضح أن الشرطة تحاول أن تتنصل من هذا الملف، يعني مثل ما تفضل أيضا الأستاذ محمود، نحن في عملنا بشكل مستمر ومتواصل نطالب الشرطة ونطالب وزارة الأمن الداخلي، ونحتاج ضد سلوك الشرطة وضد سياسات الشرطة العامة فيما يتعلق بعلاج مسألة العنف والجريمة في مجتمعنا العربي. الآن الشرطة على ما يبدو باتت تشعر بأنها يعني بأن هذا الملف يأخذ الكثير من أو يشكل عبء معين على كاهلها، أو يأخذ الكثير من قوتها ومن مصادرها وما إلى ذلك، وعلى ما يبدو أنها بهذا التسريب المعتمد حسب رأيي لا يوجد يعني هنا أي خلل دعي تقني، دعيني نقول تماما يعني لا يوجد خلل تقني هنا. أنا أعتقد أنه هذه محاولة أيضا من قبل جهاز الشرطة لأن يتنصل من المسؤولية لعلاج العنف والجريمة. وهذا بالمناسبة يعني هذا الكشف يعني الذي يعني أنا أعتقد أنه كل واحد وواحد فينا يعلم جيدا أن الدولة بمؤسساتها العميقة ومؤسساتها المختلفة أيضا بما يشمل الشباك هي شريكة ومتورطة، يعني هذا كنا نعلم ولكن لم تكن لدينا المعطيات. الآن الشرطة تحضر لنا المعطيات، تقول لنا لديكم معطى جديد كيف سيتم التعامل معه، اذهبوا وطالبوا الآن جهاز الشباك كأنه. ولكن الشرطة أنا أعتقد أنه يعني هذه المحاولات المستمرة من رمي المسؤولية المستمرة من قبل مؤسسة على مؤسسة أخرى، ومحاولة التنصل المستمرة من علاج ظاهرة العنف والجريمة هي يعني محاولة إدخالنا في دوامة. ولكن أنا أعتقد أنه القضية الأساس في هذا الملف مريم هي الاستمرار بالمطالبة والنضال من أجل قرار حكومي واضح في هذا الملف، وليس شرطة أو شباك تماما. يعني إحنا من ناحيتنا أن الشباك متورط، هذا يجب فضحه أيضا أمام مؤسسات دولية، فضحه أيضا مجتمعيا، فضحه سياسيا، يجب أن يتم وضعه بشكل مكثف على طاولة البحث على أمام الرأي العام المحلي والعالمي. هذا لا يجري في أي دولة في العالم. ماذا يعني أن دولة أن حكومة هي التي تقوم بزرع الجريمة في داخل المجتمع؟ ماذا يعني؟ أين يحدث هذا في العالم سوى في دولة إسرائيل تجاه المجتمع الفلسطيني؟ هذا لا يحدث في العالم، وهذا ملف يجب أخذه، يجب استثماره، وهذه النقطة الأساسية، استثمار هذه النقطة لصالح علاج قضية الجريمة والعنف في داخل مجتمعنا. الآن لدينا ملف ومعطى موثق جديد للتورط إضافي، ليس فقط تورط الشرطة إنما أيضا الآن تورط الشباك في هذا الملف. علينا أن نستغل وأن نستثمر هذه النقطة سياسيا لصالح علاج الجريمة والعنف في داخل مجتمعنا. طيب محمود، كيف يمكن البناء على ما قالته هبة في خصوص استثمار هذه أو هذا التصريح الخطير بتقديري على الأقل؟
بالضبط، يعني احنا لازم نستغل هذا التسريب والتصريح والمعطى الذي كنا نعتقد ومتاكدين انه موجود، والان بايدينا كما ذكرت الاخت باء، يعني معطى يجب التعامل معه واستغلاله وفضح سياسه الدوله والحكومه السابقه وايضا اذا الحاليه استمرت بهذا النهج يجب فضحها. ومجرد تعميم ونشر مثل هذا التسريب وأن الوصول لأكبر عدد ممكن من جمهورنا ومن المجتمع اليهودي ومن العالم أيضا لفضح الدولة، لأن يعني في نهاية المطاف، وتحدثت دكتورة هبة عن قضية الدولة العميقة، ذكرت مصطلح الدولة العميقة، نحن نرى كمجتمع وأيضا كلجنة قطرية وأيضا كلجنة متابعة وأيضا معظم أعضاء الكنيسة العرب يرون بمسؤولية الدولة بجميع أدرعها، كان الشباك ولا الشرطة، هن أجهزة أمن. وبنهاية المطاف الدولة كدولة مسؤوليتها توفير الأمن والأمان لمواطنيها، أي مواطن كان عربي ولا يهودي ولا أي مواطن آخر. ليش؟ لما الدولة يعني تتقاعس في قضية جمع السلاح، في قضية فك رموز الإجرام، في قضية أنه يعني حتى لو ذكرنا يعني نفس جهاز الأمن بما في ذلك الشرطة والشباك وحتى جهاز القضاء، يعني أقام الدنيا ولم يقعدها في قضية حملة الاعتقالات، ووجد كل الموارد والإمكانيات والتأثير لحملة الاعتقالات بالمئات من شبابنا بسبب الاحتجاجات اللي كانت على قضية الأحداث في غزة وعلى قضية العنف والجريمة وغيرها، كما كان في أم الفحم كما كان قبل، ودخل الشباب في هذه القضية كمان. الحديث نعم يجب أن نستمر هذا الأمر، وسوف نطرح هذا الموضوع في البرلمان في الكنيسة عن طريق أعضاء المشتركة، وأيضا سوف يتم طرح الموضوع على طاولة البحث أمام كل الوزراء وكما كل المسؤولين، نضع هذه الحقيقة وهذا المعطى أمامهم، ونريد أن يتم التحقيق في هذا الأمر. نحن لدينا جلسة قريبة جدا مع وزير الأمن الداخلي، لأنه الطابة الآن في ملعبه، الكرة في ملعبه، ويبدو أنهم أيضا يريدون من هذا التسريب اختبار يعني إمكانيات وقدرة الوزير الأمن الداخلي الجديد على التأثير على مجريات الأمور. يعني هاي نقطة مهمة دكتور هبة، يعني ماذا يريدون من هذا التسريب بتقديرك؟ يعني لماذا تم التسريب؟ يعني كما قلت سابقا لا يوجد تسريب صدفة في هذه المؤسسة، لماذا الآن؟ يعني مجددا أنا أعتقد أنه يعني التسريب والتسريب الآن تحديدا، وأيضا في ظل بناء ويعني حكومة وتشكيل حكومة وائتلاف حكومي جديد، يعني هو أيضا محاولة مجددة ليعني صرف النظر أو التخفيف من الأعباء على كاهل الشرطة. أنا أعتقد أنه يعني الملف أو التعامل الأساسي لنا كفلسطينيين كعرب في البلاد في كل ما يتعلق بتعامل الشرطة وتعامل الشباك عموما هو أمر يعني علينا أن نتعامل معه بشمولية معينة. تحدث الأستاذ محمود عن دور الشرطة مؤخرا وجهاز الشباك أيضا في الأحداث وفي الاحتجاجات السياسية الأخيرة، يعني رأينا حملة كبيرة تقوم الشرطة بالإعلان عنها مع تسويغ وتسمية وعناوين تماما من أجل حملة اعتقالات حوالي 2000 شاب وشابة فلسطينيين في البلاد. يعني الشرطة دائما جاهزة لقمع المجتمع الفلسطيني وللهيمنة في المجتمع الفلسطيني والاستخدام الاعتداءات ضد المجتمع الفلسطيني كشرطة كجهاز شرطة، ولكن هي في ذات الوقت مسؤولة أيضا عن قمع تطور هذا المجتمع من خلال زج عصابات الإجرام في هذا المجتمع ومن خلال تحويل أشخاص وأفراد في هذا المجتمع إلى مجرمين من يقوم بتحويلها أو لا الأشخاص وإدخالهم لعالم الإجرام، على ما يبدو أنه جهاز الشباك والشرطة هن ما خلقوا ولا مجرمين ولا خلقوا جزء من عصابات إجرام ولا خلقوا جزء من منظومة عنف هناك، وهذا ما قلناه منذ البداية. نحن نتحدث عن سياسة موجهة لزرع العنف والجريمة في داخل المجتمع العربي، وهذا التسريب يؤكد ما نقوله، يعني ويؤكد أنه لم يكن ادعاء إنما كانت حقيقة واضحة. يعني كان يقال في الغرف المغلقة في أعضاء في يعني أروقة الكنيسة في داخل الأحزاب في الحركات الشبابية، كان لم 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 يكن مفاجئا، لم يكن جديدا. صحيح، هذا شعرناه، هذا رأيناه. من يعيش واقع مجتمعه يعرف هذا الأمر بوضوح، يعلم جيدا أن مجتمع مخترق من قبل منظومة الأمن،
وتحديدا الشرطة وتحديدا الشباك. والآن ما الأمر الأساس هو أن يتم الاستمرار بالضغط على وزير الأمن الداخلي أن لا يشعر للحظة أنه معفي من مسؤوليته وأن الشرطة معفية عن مسؤوليتها كجهاز شرطة. والأهم من هذا أن يستمر النضال ضد جهاز الأمن العام في كيفية علاج قضية الجريمة علاقة الأمن بالإسرائيل مع الفلسطيني هي علاقة مركبة يعني منذ لحظات تحدثنا عن قضية لم الشمل، الآن نتحدث عن قضية يعني انظر مدى التشابك في عملية الهيمنة والسيطرة لجهاز الأمن، للشباك، للشرطة، لوزارة الداخلية في كل ما يتعلق بهندسة وتصميم وتشكيل حياتنا كفلسطينيين في هذه البلاد. وبالتالي أنا أعتقد أن هذا المعطى الجديد عليه أن لا يمر مر الكرام في أي عملية مرافعة، عليه أن يكون قائم في إثارته المستمرة في وسائل الإعلام أمام الرأي العالمي، استخدامه من قبل رؤساء السلطات المحلية، من قبل اللجنة القطرية للرؤساء، من قبل لجنة المتابعة. هذه قضية عليها أن تكون قائمة، عليها أن تكون حية بشكل يومي، علينا أن نستثمرها حتى النهاية من أجل الضغط ومن أجل المحاولة المستمرة من أجل تقليص ووضع علاج جذري للجرائم وللعنف داخل المجتمع العربي الذي يتضح بوضوح مجددا أنه مسؤولية هذه الدولة المباشرة. طيب محمود، سأعود إلى دورك، دور مؤسسات المجتمع المدني ودور مؤسسات كلجنة المتابعة في مكافحة العنف، الدور الأساسي طبعا على الشرطة وعلى جهاز الأمن، ولكن ما دورنا كمجتمع، كمؤسسات مجتمع مدني في مناهضة ومكافحة العنف والجريمة في المجتمع؟ يعني سوف أتطرق للسؤال، بس يعني في عندي ملاحظة صغيرة بخصوص النقطة الأخيرة التي حدثت فيها الأخت لها بموضوع قضية تسريب الشباك وكذا. إنه في كمان التسريب له دلالات، إنه كمان يعني أفشل المقولة وأفرغها من مضمونها اللي كانت تقول أن المجتمع العربي لا يتعاون بين قوسين مع الشرطة. طب ما هيكوا لما بدكم تتعاونوا بتلاقوا الناس اللي بتتعاونوا معهم، والظاهر انه في تعاون مستمر بينكم وبين يعني بين زعماء وقاده الجريمه المنظمه في المجتمع العربي. هذا الامر الاول، وانه هذا الادعاء فاشل من البدايه، وندل على امر يدل انه هناك في تنسيق، كان في تنسيق ويبدو ما زال بين الشرطه كجهاز امن وبين الشباك كجهاز امن. امر اخر هو كل ما يتعلق في قضيه الادعاء اللي كنا نسمعه في كل المقابلات مع الإعلام الإسرائيلي بشكل عام، وحتى مع أكاديميين وباحثين ومهنيين، إنه وكأنه أنتم تعانون من ثقافة العنف والجريمة. وهذا كمان إدعاء باطل، لأنه يبدو إنه في حدا اشتغل على موضوع إنه يجعل من شبابنا ومجتمعنا يعني يغرق في الجريمة وفي العنف بفعل فاعل. يعني إحنا الثقافة لسنا ثقافة عنف ولسنا ثقافة جريمة. بالنسبة لدورنا، وهون دورنا، يعني الدور التي تحدثت عنه دكتورة هبة بخصوص متابعة هذا الموضوع أنا أوافق عليه تماما، وأوافق على ما طرحت من ناحية الاستثمار. أما بالنسبة لدورنا كمجتمع مدني، كمجتمع بشكل عام وكسلطات محلية، بدأنا يعني ولا مرة إحنا أغفلنا هذا الدور، ولكن كان الموضوع أن الجريمة المنظمة والجريمة الاقتصادية وقضية الخاوة وجمع السلاح وملاحقة المجرمين وكل هذه الأمور هي مسؤولية مباشرة بل مطلقة للشرطة في كل دولة تحترم نفسها. موضوع السلوكيات العنيفة لدى أطفال وشباب وأحداث وسلوكيات عنيفة ضد النساء وسلوكيات عنيفة مجتمعية ما يدعى بالنوع الاجتماعي، نعم في علينا مسؤولية كمجتمع، كمثقفين، كقيادة، كمؤسسات مجتمع مدني، ويجب أن نقوم بهذا الدور، ونحن نقوم بهذا الدور، ووصلنا إلى درجة من الوعي أن هذا الأمر مطروح على طاولتنا دائما، كان في السلطات المحلية وكان في الكنيسة أو أعضاء البرلمان، وإن كان في المجتمع المدني وحتى على مستوى الأكاديمية. يعني كثير من الأكاديميين والباحثين العرب يتطرقون لهذا الموضوع، فيعني التراكمات الموجودة في هذا المجال هي يعني مهمة وجيدة وباتجاه الحل، ولكن يعني في اجتماع هل هي كافية أستاذ محمود؟ هل هي كافية بتقديرك؟ أيضا أهمية قضية النضال، استمرار النضال الشعبي والجماهير والحركات الشبابية للضغط على هذه الحكومة فيما يتعلق بالجريمة المنظمة، وأيضا مراجعة أنفسنا ومحاسبة أنفسنا بخصوص يعني السلوكيات العنيفة في بلداتنا وقرانا، والتي يعني إحنا ما بنقولش أنها مش موجودة، هي موجودة، ولكن سلطاتنا ومؤسساتنا ومدارسنا ومربينا يقومون
يعني بمواجهة هذه السلوكيات من خلال خطط محلية وفي الميزانيات والموارد القليلة جدا الموجودة لدى السلطات المحلية. دكتور هبة، عندما نلخص، عندك قضية العنف تعمل على تفكيك النسيج الاجتماعي الفلسطيني، وأيضا ما تحدثنا به بقضية منع لم الشمل أيضا تعمل على تفكيك النسيج الاجتماعي وتفكيك العائلات وتفكيك المجتمع. يعني هل هذه الظواهر هي جزء من منظومة أكبر، ونحن فقط يعني نتحدث عن ظاهرة العنف، ظاهرة منع لم الشمل، ولكن هناك شيء أكبر في هذا النظام؟ طبعا يعني نحن نتحدث عن مشروع دولي، احنا امام مشروع دولي كامل متكامل شامل نراه من خلال مؤسسات الدولة المختلفة ضد مجتمعنا وضد ما سميتيها النسيج المجتمعي العام والعلاقات المجتمعية الصحية ايضا دعينا نسميها. وانا اعتقد مريم انه امام مثل هذا المشروع لا يمكن ان نواجه مثل هذا المشروع دون نضال شعبي حقيقي يساند العمل البرلماني ودون عمل وحدوي. احنا بحاجه لرؤيه وحدويه موحده، يعني لنكون صريحين مع انفسنا، الرؤيه الوحدويه الموحده التي تجمع ما بين الاحزاب السياسيه، تجمع ما بين الخبراء، ما بين مؤسسات المجتمع المدني، ما بين الاجهزه المختلفه في داخل مجتمعنا، هي امر مركزي لمواجهه مشروع دولي كامل متكامل ضدك كمجتمع. يعني هذا أمر مركزي، وللأسف يعني نحن الآن في لحظة تاريخية لا يوجد اتفاق كامل وتام حول الأدوات وحول الآليات، وهذا دعينا نقولها بوضوح يضعفنا. نعم هذا يضعفنا، هذا يجعلنا أكثر مخترقين، وهذا يجعل للسياسات الموجهة ضدنا أيضا قوة أكبر للأسف. وأنا أعتقد أنه علينا أن نعتبر سريعا، وعلينا أيضا أن نعيد الحوار المجتمعي العام والرؤية الاجتماعية المجتمعية والسياسية العامة حول آليات لمواجهة وآليات التصدي وآليات العمل والنضال أمام هذه المؤسسة. بس إحنا بأكثر لحظة مش موحدين فيها. صحيح. وأكثر لحظة بحاجة نكون موحدين. صحيح. أولا يعني للأسف يعني دولة إسرائيل لا تفوت أي لحظة من أجل إما صنع قوانين أو القيام بممارسات عنصرية ضدنا كمجتمع عربي فلسطيني. ونحن نعم يعني في لحظة سياسية تاريخية يعني غير مثالية دعينا نقول، ويعني الواضح أننا يعني لا يوجد وحدة في التوجه السياسي العام. للحقيقة يعني دعين وللإنصاف التوجه السياسي العام للأكثرية والجماعي هو واضح، ولكن أنا أعتقد أنه إحنا في مرحلة سياسية نحتاج أن نعيد القراءة، صياغة الرؤية، صياغة الاستراتيجيات الموحدة. لا يمكن الاستمرار على هذا النحو، هذا يضعف المجتمع نقطة. من يريد العمل لصالح مجتمعه فعلا يأتي ويتحاور ويحضر رؤية وحدوية جماعية لمواجهة هذه السياسات. عدا ذلك نحن فعلا وللأسف لن نستطيع أن نهوض وأن نواجه هذه المشاريع السياسية كما نريد، إن كان من خلال الحفاظ على الأمن الداخلي، إن كان من خلال الحفاظ على كبريائنا، على هويتنا السياسية، على هويتنا الوطنية، على مشروعنا السياسي، على وجودنا السياسي العام. نحن علينا أن نعترف بوضوح أنه إيش يعني جريمة وعنف، إيش يعني منع لم الشمل. طب ما هذا يعني يمس في صلب وجودك على أرضك في بلدك وفي وطنك. وبالتالي يعني هذا يحتاج منا فعلا وقبل كل شيء أن نعمل بشكل يعني يعيد المسؤولية السياسية اتجاه هذا المجتمع من خلال رؤية سياسية وطنية جامعة وموحدة. ومع هذه التوصيات نختم حوار الساعة. شكرا لك دكتورة هبة يزبك، عضو كنيسة سابق، وأستاذ محمود نصار، مركز لجنة مكافحة العنف في اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية. شكرا لكم. شكرا لك. وإلى هنا وصلنا إلى نهاية حوار الساعة، تابعونا في الحلقة المقبلة وكونوا بخير.